والسيد عبد الرزاق الخلولي واعي بهذا المشكل، أن هنالك اليوم قضاء يكيل بمكيالين، سواء كنت مع الحاكم أو كنت ضده. فرأينا سيدي لا تقطعني من فضلك، أتفق معك لأن لا 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 نعم فالأتمم فكرتي. فرأينا مثلا السرعة الجنونية التي تريد أن التي تمرر المغالطة. سيدي سيدي نعم ستجيب بعد، سيدي ستجيب بعد. نعم فالأكمة رأينا السرعة الجنونية التي تعرضت إليها بعض من يحسب على المعارضة مثل السيدة سونيا الدهماني التي تم إيقافها والحكم عليها ابتدائيا واستئنافيا في قضية رأي، ورأينا ضيفكم سي عبد الرزاق الخلولي الذي تطاله تهمة بخيانة مؤتمن التي تمت في شهر فيفري ضده وهي تبارع مكانها إلى اليوم. فمن العادي أن يدافع على هذا القضاء الذي يغض النظر على مريديه، عفوا هذا توصيف، يغض النظر على مريديه ويعني يتعامل بسرعة جنونية مع معارضيه منهم المرشحين للرئاسة، وهذا لماذا أتحدث عن توظيف للقضاء في هذه الحملة الانتخابية. ومن حيث انتهى ضيفي وأعطيك الكلمة.